اجيب حاجه في محلك مرحوم ده، وكل ما اقول لحد يقول لي ايه اسالك واجيب لك ما شاء الله اسالك واجيب لك. قلت لهم يا جدعان خلاص اتفقت مع الراجل يعني، انا الحاجات اللي ما بعرفش اعملها ده انا اتفق حد واخلف معايا يعني. يا عمور احنا نجيب الغاب باب البيت يا باشا، انا بتاعي يعني وثق فيه يعني.